خديجة بصبيع أو الشاعرة الرحالة تقطع المسافات الطوال من تندوف إلى مختلف ولايات الوطن للمشاركة في مهرجانات ثقافية مختلفة. ضبطناها متلبسة بقراءة الشعر تحت خيمة الشعر أقيمت ببسكرة. تراثك في البلدان ساس زين الصمعة واساته، واضح من كرمك لانقاس يلي شعبك عداته، زينة والطبع عليه عاس طبع أولاده ومناته، زينه حكيم بلا قياس اذكره وعليات وحد يقص التراث خص. مورثته طبعا عن أبي هي الأولى، من صغرنا وإحنا في هذا الجو، لذا هذا تعلمته وعدت ندير كتابات في الشعر في عدة مواضيع. خديجة تكتب أشعارها بلهجة محلية تعرف بالحسانية. هي 75% عربية طبعا، والباقي ديك 25% بربرية. للشعر الحساني حلاوته التي تتجلى من خلال القراءات الجيدة أو أداء كلماته ملحنة بصوت جميل. يسرد عاديا وينحكى كيف نقولوا احنا الحكاية، مثلا هي قراءة الشعر نقولوا فلان ذاك يحكي، وعندنا ناس تمتاز يعني بزين الحكاية اللي هي زين قراءتها للنص. هذه هي خديجة التي لا تثنيها تكاليف السفر ومشاقه عن إثبات حضورها في المحافل الأدبية، والتي لا تحيدها مظاهر العولمة عن عادات وتقاليد أجدادها.